بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، سيدات السادة الوزراء، سيدات السادة أعضاء المكتب السياسي، سيدات السادة النواب والمستشارون المحترمون، عضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية، ضيوفنا الكرام اللي جاوا حضروا معنا من القارة الإفريقية وكذلك من أوروبا واللي كيمثلوا الأحزاب الأوروبية واللي هما حاضرين، هما 18 معنا اليوم يعني في هذا العرس وفي هذا الحفل. نقول لهم احنا فرحانين باش تكونوا معنا وباش تشاركونا التجربة ديالنا. هو أولا هذه تقريبا هذه الدورة الخامسة، وهذه عامين وقيلة ما عملناش هذا الاجتماع، والآن في الحقيقة احنا مشتاقين باش نشوفكم، وكنت فرحان بزاف أن يكون هذا اللقاء هذا، لأنه توحشتكم وتوحشناكم والأعضاء المكتب السياسي توحشكم. بغيت نقول لكم نحييكم، وأنا عارف العمل اللي كتقوموا به، وبأنكم ما عمركم ما وقفتوا في هذه السنتين وبالخصوص في هذه السنة، وعملتوا يعني واحد العمل كبير لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الجهوي ولا على مستوى ديال الفيدراليات، وتلاقيتوا وتكلمتوا، وكان عارف بأنه هذا الحزب فيه 100,000 شاب اللي هي منخرطة، وباقي شباب كبير اللي كيتسنى إن شاء الله باش يدخل. وانتوما لا انتوما ولا احنا عندنا الحظ أنه نكونوا اليوم يعني موجودين في هذه الجامعة الصيفية ديال أكادير، وإن شاء الله يكون الحظ ناس خوين باش يكونوا معنا في السنوات المقبلة. كذلك كنرحب بكم جميعا في مدينة أكادير، مرحبا بكم في أكادير. أزول في اللون، أنتم قلتها في النشيد، نعم نحن حزب كبير، وكذلك عندنا الشباب رائد والشبيبة التجمعية، وهذا التجمع ديالنا اليوم هو من أكبر التجمعات السياسية الفكرية ديال الشبيبة، وتبارك الله عليكم في بلادنا. وبالحقيقة غادي نمشيو فرحانين بزاف، لأنه غادي تشحنونا وعطيتونا واحد الفرحة واحد الدينامية اللي هي كبيرة واللي غادي نعيشوا بها السنوات المقبلة حتى 2026 إن شاء الله. أنا عارف بأنه الشبيبة تبارك الله كتشتغل بجدية، كتعرفوا بأنه هذه احنا في الدورة الخامسة، الدورة الأولى أنا وقفت عليها مع السيد الرئيس آنذاك، ووقفنا على التنظيم وعلى ليزاتولي واش غادي يكون وكيفاش غادي تكون اللوجيستيك. العام الثاني قلت لهم غادي تبداو تشتغلوا، ولكن غادي نراقبوا اش كاين وغادي نشوفوا معكم كيفاش هذا التنظيم غادي يكون. الأولى كانت ناجحة، الثانية كانت ناجحة، الثالثة، الرابعة. يمكن لي نقول لكم اليوم بأن في هذا التنظيم اللي غادي تشوفوا اليوم واللي تشوفوا غدا، ما كاينش واحد سينيور يعني من الممثلين ديال الحزب، من كبار ديال الحزب اللي تدخل في التنظيم ديال هذا سميتو. هذا الشيء عملتوه بوحدكم، برافو عليكم. وبلي كتقدروا بلي كتقدروا اللي قادر ينظم وتكون عنده هاد التنظيمات ويكون عنده هاد الحماس، راه موجود للمستقبل، موجود باش يكون داخل الحزب،
باش ياخذ مسؤوليات، باش ياخذ مسؤوليات وطنيه. نحن نفتخر بكم، لانه يعني بكل صراحه انا بعض الخطرات كنبقى مبهوض بالنسبه للعمل اللي كتقوم به الشبيبه ديالنا. الان نمشيو نيشان ندخلوا للحكومه. الحكومه عام قامت بواحد العمل اللي هو جدي، قامت بواحد العمل كبير، والحكومه مشكوره، وزراء عملوا واحد العمل اللي هو كبير وكبير جدا، وغادي نشرح لكم شنو هو هذا العمل اللي تعمل. الحكومه كانت مدعومه بواحد الاغلبيه، واحد الاغلبيه اللي كتاثر، اللي كتعطي الاتجاه، اللي كتقول هنا يمكن هذا الطريق ماشي هذه خصنا نمشيو، اللي كتخلي بانه يكون التماسك. وحنا فخورون يعني بهذه الاغلبيه اللي كتساند هذه الحكومه، وهذا الشيء كان ناقص الحكومات السابقه مع الاسف. حنا يعني النشاه ديال هذه الحكومه ما كانتش سهله، لانه كتعرفوا الظروف فاش جينا. جينا في الاشكاليه ديال الاوكرين، جينا في التضخم، جينا انه 3 سنين ديال الجفاف، جينا في الكوفيد والمعامل والمصانع اللي هي مشدوده واللي خصها تحل، السياحه اللي ما كايناش، اشكاليات اللي هي كبيره، لقينا يعني المديونيه هي 72% ديال لو بيب ديال المغرب اللي هو كثير، لقينا يعني دخلنا فوق الانفلاسيون، مشاكل اللي هي كبيره، لقينا الماء ما كاينش في واحد المناطق، والافاق باش يكون الماء يعني كانت مسدوده وخاص واحد الاستثمارات يتعملوا. ولكن لقينا كذلك انه واحد العدد ديال السياسات اللي ما منزلينش للميدان، بحال السياسه المائيه والاشكاليه ديال الماء اللي كانت مطروحه. لقينا الحوارات الاجتماعيه مقفوله، يعني بكل صراحه حتى واحد فيكم ولا حتى واحد في يعني في هذا ما يبغي يكون في هذيك المكانه ديال رئيس الحكومه ولا ديال الحكومه في هذيك الظرفيه. ولكن حنا قلنا بان هذا الشيء اللي جانا في التركه ديالنا حنا غادي نصبوا، غادي نشتغلوا، غادي يكون المعقول، غادي نبداو نخدموا، وان شاء الله يعني انه نبنيو المستقبل ديالنا بكل جديه بكل معقول، وكذلك يعني باش بالواقعيه. وبغينا وخدنا واحد الخطاب سياسي اللي هو معقول، اللي ما فيهش الشعبويه، كنقولوا هالمشاكل اللي كاينه، رغم انه الى عقلتوا بانه بلي كتكون النقاش وكيكون الحوار، كل شيء كيقول لك هذوك التعهدات ديالكم نساوهم، قابلوا هي الانفلاسيون، يعني ما تكلفوا لا بالصحه ولا بالتعليم ولا هذا. حنا الحمد لله ساعدنا الحظ انه تكلفنا بكل شيء، تكلفنا بكل شيء، ونجحنا في هذا. الا جبتي من 2021 اللي دخلنا للحكومه الان ودرتي المعدل التراكمي هو 13.1%، والان يعني الا شديتي المعدل السنوي هو تقريبا 4.3% ديال التراكم. المعدل ديال الديون جبناه من 72% وحنا غاديين به ل 69% عما قريب ان شاء الله. لو ديفيسيت جبناه طالع، وصلنا 4% هذه السنه، العام الجاي 3.5%، العام الاخر ان شاء الله نقربوا 3%. علاش كنهضروا على الديفيسيت؟ باش ما تكونش مديونيه كبيره للاجيال القادمه. جينا كذلك انه الحمد لله في الوقت ديالنا 140 مليار ديال الدولار هو الناتج يعني الداخلي الخام لاول مره اللي وصل له المغرب في التاريخ ديالو. تمكنا من خفض التضخم، الانفلاسيون، عقلتوا بلي دخلنا وكتطلع
على دي كونجونكتور اللي هما انترناسيونال، ولكن حتى القضيه ديال الشتاء والنقصان ديال الشتاء وهذا والموارد الفلاحيه كنا في 10% وصلنا الان يعني في هذه الشهور الاولى التضخم هو ما كيفوتش 1%، وهذا يعني نتيجه اللي هي ايجابيه. كذلك طبقنا التعليمات ديال صاحب الجلاله، طبقنا التوجيهات ديال صاحب الجلاله خصوصا في الاوراش الاجتماعيه اللي كتهم سيدنا الله ينصرو اللي هي جد مهمه، وعملنا حققنا شوف حقيقه حققنا ثوره اجتماعيه غير مسبوقه، وجعلنا من المغرب اول دوله اجتماعيه في القاره الافريقيه. علاش؟ انه عملنا لا سيونس مالادي اوبليغاتوار، 10 ديال المليون ديال الناس اللي كتستافد منها، 10 ديال المليون ديال كاين 4 ديال المليون اللي مقيدين فيها ولكن بالعائلات ديالهم 10 ديال المليون كنخلصوا عليهم 9 المليار و500 مليون ديال الدرهم. عملنا سيدنا طلبنا باش يكون يعني الدعم المباشر، عملنا الدعم المباشر، الدعم المباشر اليوم كيمس 3 مليون و800 كيوصل حتى ل 3 مليون و900 الف عائله اللي كتاخذ الدعم، كتاخذ بين 500 درهم وما فوق 1000 درهم شهريا، وهذا تنوع يعني اللي هو جد كبير اللي وقع في المجتمع ديالنا. فهاد اللي كنتكلموا على هاد سميتو الدعم المباشر غادي يوصل في 2026 ل 29 مليار ديال الدرهم. ما حيدناش من يعني المليون محفظه، السيد الوزير هو معنا، مليون محفظه اللي كانت واللي هي خاصها تدخل في هذاك الدعم الاجتماعي، قلنا مادام انها كاينه غادي نخليوها، وعملنا غادي نوصلوا 3 مليون في اخر ان شاء الله الشهر ديال سبتمبر ديال الناس اللي غادي ديال التلاميذ اللي غادي تكون عندهم من 200 درهم 300 ديال الدرهم على حسب المستوى واللي غادي تمشي عندهم بلي زيد ديريكت. كذلك انه 9.5 مليار ديال الدرهم اللي تعملات كبودجي باش ندعموا بامر من صاحب الجلاله ندعموا السكنه 70,000 درهم حتى 100,000 درهم، يعني اللي غادي تكون دعم مباشر يعني للمواطن باش يقدر يقتني السكنه ديالو. كذلك عملنا برنامج كبير ديال المحاربه ديال السكن ديال غير اللائق والقضاء على ضوء الصفيح، 120,000 سكن اللي غادي يكون واللي غادي يكون في هذه السنوات المقبله. كذلك مؤسسات التعليم، تعرفوا ايها الشباب بانه في المؤسسه ديال التعليم في الابتدائي كاين 8000 مدرسه، الان هذه السنه 2600 مدرسه غادي تكون مدرسه ديال الرياضه، يعني ستوندار اللي هي كبيره. العام الجاي في 2026 غادي تكون 2000 اخرى ان شاء الله، غادي نوصلوا ل 4600، وغادي نوجدوا 2027، لان داك الشيء خصك توجدوا 6 شهور ولا 7 شهور ولا عام من قبل باش كتوجد الاساتذه والمدرسه باش نوصلوا ل 2000 اخرى، وان شاء الله كنتمناو انه في افق 2027 البرنامج غادي ينتهي، وكذلك البرنامج ديال الكوليج غادي يبدا هذه السنه وغادي يكمل حتى هو في 2027 على ميزانيفو ديال لو كونتوني وديال المدرسه ديال الرياضه. كذلك انه قل يا رئيس اجل التعليم، اجل الصحه، اجل التشغيل، واصل يا عزيز اجل التنميه، اجل الكرامه، واصل يا رئيس. شكرا. كذلك في ميدان ديال الصحه كتعرفوا بانه دوك لي ديسبونسير 1400 غادي يوجدوا ان شاء الله في هذه السنه وعلى الاكثر يعني في السنه المقبله، وهما في مثابه مستشفى صغير، وكذلك المنظومه الجديده اللي غادي تكون ان شاء الله اللي فيها المجموعه الصحه الترابيه اللي غادي تكون واجده كذلك هذه السنه. ف
ما يقولوش احنا ما خديناش ما كناش في الموعد ديال لي زونغاجمون ديالنا اللي خديناهم فوق اللي كنا كنعملوا السياسه الانتخابيه. انا نقول لكم قلنا غادي نزيدوا الاطباء زدناهم 3800 درهم، قلنا غنزيدوا في اجور التعليم العالي زدنا 3000 درهم للشهر، قلنا غادي نزيدوا في اجور النساء وجاء التعليم ووصلنا فيما ما يقل ما كاينش قل من 1500 درهم، وغادي تبدا ب 1500 درهم وغادي تمشي حتى ل 4000 درهم في السيركوي ديالك. دونك حنا لي زونغاجمون ديالنا خديناهم وخديناهم في السنه الثالثه وما تسنيناش السنه الاخيره ديال الانتخابات. ومعلوم 1000 درهم اللي مشات لي فونكسيونير يعني الناس اللي كيشتغلوا في الاداره و20% ديال الزياده بالنسبه للناس اللي في القطاع الخاص على 4 ديال السنين. اذا تحمل كبير ديال الميزانيه، تحمل كبير على الشركات، ولكن كنا عند العهد ولي زونغاجمون اللي خدينا مع الناس واللي قلنا ماشي نقول لكم راه غادي نديروهم مازال ولا هذا، عملناهم عملناهم وغادي نمشيو براسنا مهزوز ان شاء الله. نحن معاك يا رئيس، نحن معاك نحن معاك نحن معاك يا عزيز، نحن معاك نحن معاك نحن معاك يا رئيس، نحن معاك. ما ننساوش انه احنا عارفين بانه الاشكاليه الكبرى اللي مطروحه اليوم هي الشغل، وحنا نشتغل على هذا الوش بجديه. كاينه واحد الديناميه اقتصاديه اللي هي ايجابيه، بلي تجي الشتاء وتكون الفلاحه يعني، ومع مشروع ديال صاحب الجلالة ديال 2030 ديال الفوت ديال يعني التنظيم ديال كأس العالم، كنا متيقنين أنه مغرب آخر وبأن غادي تكون إمكانيات أخرى وبغينا نمشيو بسرعة، وحنا غادي نشتغلوا في هاد السنتين المقبلين على أنه إن شاء الله باش نمشيو ما يمكن نعملوه باش الإشكالية ديال الشغل، الإشكالية ديال الشوماج اللي هي الأولويات ديالنا نشتغلوا عليها. وأنتم كتشوفوا بأنه في جميع التدخلات ديالنا ولا الاجتماع الهم الوحيد دابا هو الشغل اللي غادي نخدموا عليه وغادي ننجحوا فيه كما نجحنا في البقية ديال الدولة الاجتماعية. بغيت نقول لكم بأنه دابا حنا كنا كنديروا السياسة ياك، والسياسة قبل كل شيء هي أخلاق، متفقين معايا؟ وما يمكنش شي واحد يجي يدافع على الأخلاق في السياسة إلا هو ما عندوش الأخلاق. ونقول لكم شتي داك السب والقذف في السياسة ماشي ممارسة، ولكن هو كيبين بانه كاين واحد الفشل وتعبير على الفشل. واللي بغى يجيب المقعد ديالو وينجح في الانتخابات، اللي بغى يجيب المقعد ديالو وينجح في الانتخابات يكون متيقن، يكون متيقن لان داوها في 2021 ياك، وعاود كيديروها ملي كانوا الانتخابات ولكن ما كيجيبوا والو. وراكم شفتوا النتائج ديال الباح، نطلب من السي سعد بن بارك باش ينوض الرباط، الفقيه بن صالح هنيئا هنيئا على نجاحكم، هنيئا على تعهدات كذلك ديال الاغلبيه، نجاح كبير. هاد الناس هادو باش نكونوا متفقين ما غاديش يجبدونا لهذا الكلام الساقط، لانه حنا لان حنا وبلاتي بلاتي بلاتي بلاتي
لأنه إحنا عندنا كنا عندنا أخلاق أولا أسرية، ثانيا سياسية، ما تسمحش لنا باش نسبوا الناس. ياكم متفقين معايا الإخوان والأخوات؟ نقول لكم عندنا 430 ألف أرملة اللي كتاخذ الدعم، وضربناها في 4.5 بالنسبة للحكومات السابقة. ونقول لكم ربحنا الباحة رباط، وربحنا في قير بن صالح، وملي بدينا العشرات ديال الانتخابات في الجزئية عيونا كاع ربحناهم وكسروهم. هو ملي كتشوف هاد الهزائم كلها زعما ملي كيشوف هاد الشيء هذا اش باقي ليه؟ هاد بعض الزعماء اللي كيقول لك زعماء سياسيين كيخداو واحد التعهد وقال لك قولوا لنا، حنا كنقولوا لكم دابا اش غيوقع؟ السيد اش كيقول؟ سياسة ماشي ديالك. لا من فضلكم انا ما متفقش معاكم، نقول لكم علاش. خليوه بلاصتو لانه اصبح مؤشر للفشل السياسي. صفحوا ونرجع لكم الشباب والشابات، راكم في الطريق الصحيح. هاد النتائج اللي جاو ديال الانتخابات راهما ايجابيه، الناس بغاوكم تبقاو بلاصتكم. انتوما ما سنواصل. حنا في بلاصتنا، ما نقولوش خصنا نمشيو ل 2026، حنا بلاصتنا. الناس بغاوكم كل صباح، معلوم باقي مجهود وباقي العمل ديال الحكومه، والناس فرحانين بالاغلبيه، وان شاء الله غادي نمشيو للامام وغادي يتجندوا. وابتداء من هذا اليوم بغيت شبيبه اخرى، بغيت حزب اخر، لانه غادي نبداو نخدموا ونخدموا بالمعقول. وباغا غرس غرس، واللي ما عجبوش الحال يسب ويقول اللي بغا. كنحييكم. غرس غرس، الاحرار ولاد الناس، الاحرار ولاد الناس. كنشكركم. شكرا. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنشوف الدعم ديالكم كل نهار في لي ريزو سوسيو، وانتم حاضرين وكتقولوا الكلمه ديالكم. خذوا الكلمه، تكلموا، ما تخليوش لهذوك المهرجين والشعبويين هما اللي يتكلموا. عندكم ما تقولوا، راسكم مهزوز. واحد العدد ديال المسائل اللي عملت الحكومه وعملت الاغلبيه، ثقوا في راسكم، حنا ثيقين فيكم. زيدوا الامام. شكرا لكم.